أيوة حبيبي. دبشة واقعة في ترعة. نهار اسود وين دبشة واقعة في ترعة. دلوقتي مخلصين تصوير في البحر بس ما عرفناش نصور قوي عشان ما كانش معانا مايك ونحتذر بس على جودة الصوت وكده والموج كان عالي برضو يا جدعان والله ما عرفناش نخش جوه قوي يعني انا عويم وبعرف اعوم بس ما عرفتش ادخل جوه قوي والله الموج كان عالي وكنت دخلت جوه وكنت هغرق. دلوقتي بقى هنروح على كارفور اسكندرية
المفروض يا جدعان ان احنا دلوقتي هنروح عشان نسمع ماتش الاهلي والزمالك، ولما نخلص هوريكم برضو احنا قاعدين نتفرج على الماتش وهتشوف اللي هيحصل. يلا بينا. المفروض يا جدعان ان احنا خلصنا تصوير في البحر وما صورناش كتير عشان كان الموجة عليه وكده. دلوقتي احنا في اسكندرية كنا بنشتري لبس، ودلوقتي بقى نروح نقعد على الكورنيش ونخرج بقى ونظبط. يلا بينا. مية مية. طبعا يا جدعان لسه راجعين من اسكندريه، رجعنا خلاص طنطا بلدنا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا لايك للفيديو ده، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.